بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم أخوكم المحامي يوسف صبري يوسف سيد هاشم الغربلي، مرشح الدائرة الأولى لمجلس الأمة 2020 بإذن الله. عسكري سابق بوزارة الدفاع من 1987 إلى 2014. اجتزت عدة دورات بدول متعددة عربية وخليجية وأوروبية، وحصلت على عدة أوسمة وأنواط وشهادات تقدير. التحقت بجامعة الكويت كلية الحقوق في العام 2010، وأكملت دراسة الجامعة بمصر وتخرجت سنة 2018. مقدم رسالة ماجستير في القانون الدستوري بجامعة عين شمس، عضو أيضا في جمعية المحامين الكويتية وعضو في منظمة حقوق الإنسان، والتحقت بعدة دورات تحكيمية عن طريق جمعية المحامين. بعد التوكل على الله وبعد مشاورة الأهل والأصحاب وأبناء الدائرة الأولى ورغبة مني وحرصا على إصلاح ما أفسده مجلس 2013 ومجلس 2016 الغابرين، سنسعى بإذن الله لتحقيق مزيد من الحريات والرفاه للمواطنين. وكل أمل بدعم ومساندة أهل الكويت الشرفاء، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.